بصفة موازية أراد أن يحسن أوضاع إذن هؤلاء المواطنين، فأحدث خالي على مستواه على مستوى الرئاسة تكفلت بتحسين أوضاع هؤلاء الذين يقطنون في مناطق صعبة، مناطق مع الأسف كانت مهمشة، مناطق كانت منسية نوعا ما بالنسبة للتنمية. إذن عرف كيف يسوي أوضاعها وكيف يحسن يعني الخدمات على هذا المستوى، من ناحية فك العزلة، من ناحية تحسين ظروف المعيشية، تحسين ظروف التمدرس الصحية، من ناحية خلق بعض من الأنشطة على هذا المستوى، وقد نجح بنسبة جد مرتفعة وفي ظرف وجيز جدا، وبصفة كذلك موازية بالنسبة لهذه العملية ذهب للدفع بالاقتصاد الوطني وبإبعاد كل العوائق التي كانت ممكن تعرقل السير الحسن لبعض من المؤسسات التي مجملها كانت إما تمت إما على وشك الانتهاء، ولكن تعرف بعض من العراقيل الحمد لله رفع هذه العراقيل وسمح بخلق أنشطة كثيرة على فرص عمل على هذه المستويات، والعملية ما زالت متواصلة.